مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وبتواصل معكم مجددا في موضوع جديد وبضيوف جداد. الملاحظ بأنه التراخي اللي عشناه مع هذه المرحلة ديال كوفيد واضح وبارز على المجتمع ديالنا، ولكن الأكثر صعوبة من هذا الشيء هو أنه كلنا بدينا كنحسوا بواحد النوع من الاختناق، كأن واحد الحلقة غدا وكتضيق. بدينا كنسمعوا الفيروس كيدور بجنابنا، كنسمعوا حبابنا، أصدقائنا، الناس اللي قراب منا، الإصابة ديالهم بالفيروس، وكل واحد وكيفاش جاه، وحتى الأعراض كل واحد وكيفاش جاتو هاد الأعراض. هوس نفسي، اضطرابات نفسية، صبحات نشيطة بشكل كبير. ما بين أننا نعيش حياتنا بشكل طبيعي مع اتخاذ يعني الإجراءات الاحترازية، وما بين أننا نعيش باضطرابات نفسية، مخافة القادم، مخافة كوفيد، وربما هذا الخوف الكبير يقدر يجلبوا حتى لعندنا أسئلة كثيرة طرحات، ما بين أنا داير احتياطاتي وكيفاش حتى صابيت، وما بين وغادي نخليها في الله. وكنساو بأنه ملي تنقولوا هذه الكلمة راه حنا في حد ذاتنا كنضمروا واحد الرابط إنساني وواحد الرابط ديني المفروض أنه يكون دائما ما بين عينينا. خاصنا نعرفوا بأنه ما خاصناش نلقيو بنفوسنا للتهلكة ونجيو نقولوا قسمها علينا الله، ربي كيقول لنا خاصنا ناخذوا الحيطة والحذر، وديك الساعة إلا كسبت كتبقى مكاتب وكتبقى أقدار إلى غير ذلك. ولكن حنا خاصنا نديروا اللي علينا، ما بين نديروا اللي علينا، ما بين الضغوط النفسية اللي عايشينها، وما بين الواقع اليوم اللي أصبح صعيب، كنطرحوا أسئلة على الضيوف ديالنا. ولهذا الغرض حاضرين معايا ومشرفيني الضيوف الكرام. حاضر معنا سي امين سواق وهو اخصائي نفساني، مرحبا بك سي امين. الله يكبر بك لاله سكينه، شرف كبير لنا. مزال اختك، شرف لينا انك تكون معنا. ايضا حاضره معنا لاله اسماء بن قدور، كوتش معتمده في التطوير الذاتي. لاله اسماء ما غاديش نقول لها مرحبا بها كضيفه لانه ماشي اول مره، ولكن غنقول لك توحشناك ومرحبا بك حيت غنسمعوك مره اخرى. مرسي سكينة، شكرا لك على الدعوة المرة الثانية، حتى أنا توحشتك وتوحشت تكون معك، ولي الشرف أنني نكون معك في بزاف المرات. لا أختك، وحتى لي الشرف أنني نتحاور معك، وشكرا جزيلا على هاد الثقة اللي كتعطيوني وعلى هاد الطاقة اللي كتعطيوني من خلال هاد اللقاء. لا أختك، شكرا لك. ايضا كنرحبوا بلاله فاطمه الزهراء بلين، وماشي ضيفه لاول مره حتى هي، ممرضه بمستشفى الجهوي مولاي يوسف، والان كتواجد او كتبع المهنه ديالها طبيعه الحال بمركز كوفيد الكرمه بالرباط. مرحبا بك لاله فاطمه الزهراء. اهلا وسهلا اختي سكينه، اهلا بك والمشاهدين ديالك والطاقم التقني ديال البرنامج. لاله فاطمه الزهراء، كيف الحال والاحوال؟ كما خلينا المره اللي فاتت مع الاسف اللي فات جيتي بلوز اوبتيميست، كنت متفائله اكثر، ولكن ديغنييرمون ما يمكنليش نقول باني باقا متفائله، لان كما كتعرفي الحالات ديال الاصابه ضعفات، الارقام اللي كتقول هذا الشيء انا كيوصلوني غير الاصداء ديال الارقام باسكو جي اريتي دو كونتي، ما بقيتش كنتبع الارقام لان صعيب تخدم في التيران وتشوف العدد الاصابات بعينك وكتشوفهم في لي كوليك ديالك وتبقى تتبع لو شيفغ غادي وكيطلع، وكنتسناو ديما حنا داك لو بيك باش نهبطو، باقي ما وصلش داك لو بيك. مع عدد الاصابات غاديه وكتطلع، وانا اللي كاين الرقم اللي تيأرقني كذلك هو 1000 ازيد من 1300 اصابه في صفوف الممرضين وتقني الصحه، لان كنعتبرهم هما سفينه الامان، هم جنود الصف الاول، وما غادي نشعر بالقلق اذا كانوا هما ان فيكتور دو ترانسميسيون ديال لا مالادي. يعني نتمنوا ان تزاد يعني مؤشر ديال الحيطه والحذر عند لي بروفيسيونيل دو سونتي، عند المهنيين في قطاع الصحه وعند المواطن. لاله فاطمه الزهراء، بطبيعه الحال هذا الشيء اللي رصدتي لنا من خلاله صوره هو واقع اللي معاش بشكل يومي. كنلاحظوا بان الارقام غدا وكتضاعف، اصبحت صعوبه في الولوج، وهذه هي المساله اللي ربما كتشكل واحد الخطوره كبيره. فمع هذا التراخي اللي ولا عند الناس ومع صعوبه الولوج، شنو هي القراءه ديالك قبل ما نمشيو للجانب النفسي؟ ما بغيتش نكون سوداوية أكثر من القياس، ولكن دوزنا بزاف ديال لي ميساج اللي هما إيجابيين ومطمئنين، اللي كنظن الله أعلم خلاو المواطن المغربي يعني يحس بأمان زائد. راه إيه، ما بغيناش نعيش في اضطراب،
ولكن بغينا نبقاو ديما فايقين، ديما نبقاو حذرين، يعني شروط ديال السلامة والتباعد الاجتماعي وزعما جميع ديك الشروط اللي كنا وصينا بها في الأول خاصنا نبقاو محافظين عليها. مع الأسف راه بغيت نوصل للمواطن المغربي زعما بكل أسف بأنه فعلا لي بلاص ديال لوسبيتاليزاسيون في لي غينيماسيون راه ولاو غدويت، وشي بلايص ولا ولات ليكيب سوانيونت كتختار اونتر لي مالاد، لان ما يمكنلاش اوسبيتاليزي كلشي الوغ كتختار اونتر لي مالاد اللي عندهم توت لوغ شونس باش انهم يستافدوا من ديك البلاصه ويخرجوا على رجليهم من ديك لا بلاص دغينيماسيون. يعني هذا الشيء هذا صعيب الواحد يقولوا، واللي اصعب منه هو انك تعيشه ولا انك تخدم 12 مع واحد المالاد تجي لو لوندوما ولا تجي ابري 2 جوغ لا غارد ديالك ولا الحراسه ديالك وما تلقاهش، وانك ان المعدل ديال الوفيات يقدر يوصلوا حتى لمريض ولا جوج ولا ثلاثه ولا اكثر بار سيمين. يعني صعيب بزاف اصلا لو بروفيسيونيل اللي خدم في هذا الجو، ولكن اللي صعب خاصنا نوصلوا هذا الشيء هذا للمواطن باش يعرف بان راه سي سيريو، هذا الشيء راه ماشي لعب. يعني الناس ما كيشوفوش لي غينيماسيون شنو كيطراو فيها، ما كيشوفوش لي سوان زانتونسيف شنو كيطرا فيها، كيشوف غير الجار اللي كيداوى في دارو ما عندوش نهائي اوكان سيمبتوم، العدد ديالهم يعني النسبه ديالهم كبيره اييه، ولكن راه كاينه النسبه ديال المرضى الاخرين اللي كيفارقوا الحياه اولا اللي كيتعذبوا بزاف عاده كيتشافوا. يعني هاد المعطيات هادو كل واحد تيقول حقا راه ما كاينش النسبه ديال الوفيات عاليه، ولا ما غاديش جو ريسك دو نو با لا سيتوياسيون ديالي ريسك دو نو با ساغافي، ولا انا عندي الصحه، ولا راه ما كي الكوفيد ما تيختارش، هذاك شي الياتوار. كاين دي جون اللي كيتوفاو، كاين دي بيرسون كي سون دي سبورتيف وكي ديفلوبيو دي بروبليم ريسبيراتوار. يعني راه ممكن غدا يكون انا ولا انت ولا ودابا اليوم اوما انونسي واحد السيده اللي معايا في ليكيب اللي حتى هي بوزيتيف، وحنا كايكيب سوانيون حتى حنا راه شي مره كان في لي غوبا مثلا تنجلسو اونصومبل، الوغ هذا الشيء عاوتاني كيفيق، راه حتى كيكون شي واحد من العائله ولا شي انا مي قريب ولا هذا تنقولوا لا ما غيمرضش هو، راه ممكن يمرض هو وممكن نمرض انا. يعني الاحتياطات خاصها تكون ديما حاضره عندنا في لا كونسيونس ديالنا. اكيد اكيد، وغنرجع لك بعض التفاصيل لفاطمة الزهراء. لا سمحتي لي نمشيو شويه للشق النفسي، غادي نمشي عند سي امين. سي امين، ربما حنا كما كنقولوا تطورات بعض الاضطرابات النفسيه مع هذا الشيء اللي عشناه مع كوفيد، اذا من شهر 3 الى يومنا هذا عشنا واحد الرحله اللي كان فيها واحد الامل، لانه الناس درنا الكونفينمون كان عندنا امل على انه الحالات ما تطورش وبالتالي نقدروا نحيطوا بالفيروس، غادي نقدروا نرجعوا نعيشوا حياتنا في اعياد وفي مناسبات. كان بعض الهفوات في مناسبات معينه اللي زادت من 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 حجم الحالات. من بعد جات العطله الصيفيه، كثير من الناس اللي ما قدروش انهم يديروا لي بروغرام ديالهم، يعني غالبا بعد مدوزات الكونجي ديالو في الدار على الارجح. كاين بعض الناس اللي داروا لي بروغرام، وكاين الناس اللي كان عندهم واحد الشريحه كبيره اللي كان عندها تخوف. من بعد جينا للدخله المدرسيه، كاين تخوف على الوليدات، لا نصيفط ولادي لا ما نصيفطش ولادي، تخوف من الناس في العمل الى غير ذلك. بقات هذه الامور كتطور شكلا فشكلا، كتسمع حاله هنا حاله هنا حاله في خدمه حاله الى غير ذلك. الان وصلنا لواحد المرحله اخرى اللي دينا كنسمعوا الحالات بواحد الشكل اللي هو يعني سريع وبشكل يومي. فلان جاه، الاخر راه شك في راسو مشى دار تيست، يمكن فلان مصاب، بدات شويه الحلقه كتضيق. حنا من شهر 3 الى يومنا هذا ديفلوبات بزاف ديال المشاكل النفسيه، كان ارتفاع في حالات ديال الاكتئاب، احيانا وصلنا للحالات ديال الانتحار، كانت ناس اللي ربما ديفلوبات عندهم بعض الاضطرابات بحال الوسواس القهري، كيغسل حتى كيطيب الجلده ديال يديه، ما عرفش حتى كيفاش خاصو يتعامل. ولكن دابا حنا في واحد المرحله ديال التسعيات، لاشات حطت يديها كتقول هذا لا صافي مابقيناش قدرنا، انا صافي بغيت نخرج بغيت نسافر بغيت نعيش حياتي طبيعي اللي بغيت طريطرا، فكيفاش نقدروا نوجهوا الجانب النفسي في هذا الباب؟ الوغ ديجا كنرحب الضيوف الكرام كاملين والمتتبعين ديال البرنامج ديالك لالا سكينه، سي ان غون بليزير باش اننا نتقاسموا الاراء ديالنا ووجهات النظر ديالنا بحكم اختلاف المجالات ديال كل واحد فينا بارابوا سي انترفونسيون او كوتيديان مع لا سوسيتي سيفيل. المجتمع المدني اليوم كما شرت ليه الأستاذة فاطمة الزهراء وشرتي لها مدام سوكانوسي، المجتمع المدني اليوم كيعيش في حالة رعب، في حالة اضطراب نفسي، حالة إرهاق نفسي، اللي هي فقط ناتج على عدة
des frustrations en fait. J'ai envie de les appeler juste par le nom. Voilà, ce sont des frustrations cumulées. إحباطات كي يجيو يوم بعد يوم, ديكاد بار ديكاد. عندنا فترة ديال الحجر الصحي كي أنونسي سور 4 سيمين, الأربعة ديال الأسابيع. من بعد كنعاودو نرجعو بواحد الأمل صغير ديال ألي دابا لي شوز فون ألي ميو كيما قلتي. مي مالوغوزمون كنطيحو ديما في نفس الإحباط, وكنعاودو داك الصورة اللي كانت اللي كنا واضعين زوينة rose, quand on dit aujourd'hui on va reprendre notre lien social, on va retrouver nos proches, on va retrouver nos amis, nos activités sociales, tout ça malheureusement est tombé à l'eau. Nas aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, d'ailleurs vous l'avez très bien explicité à la Soukaina, aujourd'hui Nas allait chez Kalbo. Kalbo est la moitié de fesse. Fin de dire que droit à Otani, il est venu d'accord à Wabit, l'estimaïa ma badiato. Alors, Khrjna, elle est à l'Ousari, voilà. لا اليوم خصنا نشوفوا الامور موضوعيه اكثر. اليوم الناس كيمشيو كيحاولوا انهم يشوفوا الافراد ديال الاسره ديالهم, انهم يشوفوا شويه ديال الاصدقاء ديالهم, بيان سور مع اتخاذ الاحتياطات اللازمه ومع اتخاذ الاجراءات والاحترازات الصحيه كاملين اللي خصهم يداروا. اي كما قالت مدام بلين, rien n'empêche la contamination. Quoi qu'il en soit, on est toujours sujet à être positif. بغض النظر على وسائل الوقايه اللي كنديروا ولا اخرى. اليوم عندنا ثلاثه ديال الشرائح في هذا المجتمع المدني. عندنا الاطفال, عندنا المراهقين, وعندنا لي زادولت. بغض النظر على لي تو بيتي انفون, دونك من 0 3 عام, اللي كنعتبرهم انهم مازالين في المؤسسه الاسريه ومازالين بعاد على الادراك ديال شنو واقع ريالمون في لو موند, كا بانديمي, كا سيتوياسيون دو في ديفيسيل, كا كريز ايكونوميك, انسي دو سويت. وعندنا الناس كي سون دو كون ابل دو 3ايام اج, الناس اللي ديجا اي سون سو تريتمون, متبعين, اي سون ديجا دون ان مود دو في كي اسي ثقيل عليهم بارابور ا لور ايتا دو سونتي, بارابور ا لور كاباسيتي فيزيك, اي اوسي بارابور ا لور انغاجمون في لا سوسيتي سيفيك, سواء سور لو بلان بروفيسيونيل ولا سور لو بلان سوسيال. الا جينا نقسموا هاد الشرائح كاملين ونشوفوا التاثير بعد نقولوا 9 شهور, باسكو اون سور لي بورتيور دو موا ديسمبر, دونك ابري 9 موا كنشوفوا بان الوليدات اجوردي في المؤسسات التعليميه ils vivent leur enfance du mieux qu'ils peuvent. Ils essaient de maintenir le lien social, كيحاولوا انهم يحافظوا على ذاك الرابط الاجتماعي بيناتهم وبينهم وبين الاساتذه, مع العلم ان لا فيزيير, لو ماسك, il y a beaucoup d'expressions qui manquent, le contact physique, داك ال داك ال حتى مبدأ انك تدخل ولد من 9 الصباح مثلا حتى لوحده ولا جوج هو في القسم, ما عندوش استراحه, ما عندوش واحد الفسحه ديال انه يجلس مع صحابو الى غير ذلك, راه صعيبه على النفسيه ديال الاطفال. سي اكزاكتومون صح, هذا هو, هذه هي النقطه اللي كتشكل عائق كبير, هو انه على المستوى ديال العلاقات الاجتماعيه, ان الجانب الوجداني والجانب النفسي راه كيرتبط بطريقه وطيده بالعلاقات الاجتماعيه, باسكو اي انسان راه كي ايفولوي دون ان انفيرونمون سوسيال. ما يمكنش نشدو الطفل ونحيدوه من المناخ الاجتماعي ديالو ونقولوا بانه كيمشي للمؤسسه التعليميه غير باش يكتسب معارف ولا يكتسب مهارات. لا, ليكول افون تو ايت ان اسباس سوسيال, راه ليكول اي فيت بور لا سوسياليزاسيون افون تو. اجوردي هاد الباراميتراج, غادي نقولوا هاد الخاصيات هادو اللي هما ركائز اساسيه في المنظومه التعلميه ديال الاطفال, كنحسوا بها انها البرون بوكو بلوس ديكار, والتاثير ديالها كيبدا عند الطفل وكيمشي للاباء, لان الاباء كيعيشوا ضغط حتى هو على جميع المستويات. كاين المستوى النفسي ديالو كاب وكام, وكيفاش كيسيروا الحياه اليوميه ديالهم على المستوى الاقتصادي المهني, على المستوى ديال العلاقات ديالهم مع والديهم, الخوف ديالهم, الارهاق ديالهم النفسي, كساسوا في بار تيلي ترافاي مثلا. اون ريمارك كاين بزاف ديال بيرسون اجوردي اللي في لو تيلي ترافاي ايزون بيردو اوسي لو ليان سوسيال, وكنشوفوا هادشي في النفسيه وفي السلوكات اليوميه ديال
ديالهم وديال وليداتهم، ولو ان عصبيه كنلاحظوها كثيره في الطرقان، ولينا كنشوفوا الناس كما كنقولوا في لوغ دو بو حساس جدا. يكفي انك 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 توضعوا في وضعيه عصبيه صغيره باش داكشي كياخذ اون ديمونسيون كبر. هادشي ولينا كنشوفوه دو بلوس اون بلوس، ولكن لي كونستان كما قالت مدام فاطمه الزهراء اون بو اون فير قد ما بغينا، ولكن qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à cette société civile? C'est ça le point qui m'intéresse aujourd'hui à discuter. Parce qu'on peut pleurer notre sort. نقدروا نبقاو كنبكيو كما قالت الاستاذه فاطمه الزهراء، نبقاو كنبكيو كنقولوا ولا كنتفائلوا اكثر من القياس اي كنكذبوا على راسنا réellement. Parce que on ne maîtrise pas l'objet du virus, on ne maîtrise pas l'étendue ديال l'impact économique, l'impact social ainsi de suite. Rien n'est encore maîtrisé. Des études mazanik kidero, donc ihsa'iyat mazanik kidero, abhat mazanik kidero. On est encore loin de ça. Mais aujourd'hui, en tant que société civile, li katkoun mennek nti w nti w ana w l'akhar, كل واحد بحكم الاختصاص ديالو يقدر يعطي اضافه، يقدر يعاون بشي حاجه اللي هي ايجابيه بطبيعه الحال. ايفيكتيفمون اي مالوغوزمون ما كنلقاوش اليوم الهيكل اللي غادي يمكننا باش اننا مثلا الا خدينا المؤسسه التعليميه اللي هي الغسوا المواطنين ديال غدا، الغسوا المواطنين دو جوردي ديال بلادنا. جيستيم نيسيسير اوجوردي فوار ميم انديسبونسابل انه باردون انه يكونوا اخصائيين نفسيين ويكونوا دي كوتش اوسي سور بلاس في كاع لي زيتابليسمون بوغ ابورتي باش انهم يعطيو داك الجرعه ديال جيغي لاسبوار ديال الامل ديال ان الوليدات يعاودوا يحسوا بان يا اون ادريس دو بارول، كاينين الناس اللي سون لا بو لي زيكوتي باش يسمعوهم باش يتقاسموا معاهم الاحساسات الاحاسيس ديالهم اللي كتكون كما قلتي دي فوا كتدي الاكتئاب، دي فوا كتدي الوسواس القهري، دي فوا كتدي الديتوك، دي فوا كتدي دي فوار ميم دي زيتا سويسيد انتحارات. بوركوا ني با ايفيتي سا ان ابورتون ان سيستيم دو سوان اللي هو با اوسي امبورطون سور لو بلان جديري ايكونوميك اي فينانسي، باسكو هنا اوني دون لا ريل كوهيزيون سوسيال. هنا كنطبقوا فعلا داك لو سامبول اللي شفناه في الاذاعه ديالنا اللي تكلمنا عليه كامل ديال نتحدوا. ابا نتحدوا سكو كل واحد يقدر يعطي من اختصاصه الخاص، يقدر يعطي من وقته الخاص، يقدر يعطي من ماله الخاص بوغ ابورتي ان سوتيان للمجتمع ديال غدا. الا سمحتي لي انا غادي نرجع عندك السي امين باش نناقشوا نقطه اخرى. انا غادي نتجه عند الاسماء يعني الطبيعه ديال هذا الوضع اللي حنا فيها فرضات شي حوايج. المشكل هو انه دابا كاين الناس اللي كيقول لك ونخرج شويه نرتاح شويه نتلاقى مع صحابي ما فيها باس، شربنا قهوه هنا، خرجت نتقدى هنا، ما كاينش مشكل، وحنا دايرين البافيت، حنا كنعقم يديا كذا. اون فوا كيسمع شي حد صاب بالفيروس من القراب ليه صافي كيدخل في واحد الحاله ديال الهلع والخوف، واحيانا كيبدا يحس بالاعراض، واحيانا كيبدا يحس براسو بانه مصاب، وما كيبقاش يقدر انه يتحكم في الاليات ديالو، تيبدا يقول لك صافي جاني كوفيد، غير هو يدير التيست ويطلع نيجاتيف اولا يتاكد بانه غير مصاب تعود ريما لعادتها القديمه، صافي سالينا وفضينا ونرجعوا عاوتاني لحياتنا وعادي ونخرج ونتلاقى مع الناس وما كاينش مشكل، غير عاوتاني توقع المصيبه ستوب ناري كاين مشكل انا غادي نمشي نشوف سميتو التيست واقيلا فيها كوفيد الى غير ذلك، وهكذا تدوالي كيف ما تنقول. وي لاله سكينه عندك الحق في هذا الشيء اللي قلتي، بان شهدنا على واحد كيف ما قلتي في الاول على واحد التراخي سورتو من مورا رفع الحجر الصحي، ولاو الناس، وهذا الشيء راجع للطبيعه الانسانيه ديالنا ولا بسيكولوجي ديال الانسان، باسكو 3 شهور مده 3 شهور حنايا في الحجر الصحي ما كنخرجوش، تدين علينا كاع لي زاكتيفيتي محبوسين، دوك الناس ما كانوش كيخرجوا. انا كنعقل كانت لو بروميير جور اللي حلات ماكدونالد هنا في الرباط كتلقى لا كو كلشي كيتسنى، ماشي لو فيت انه بغى ديك ماكدونالد، ولكن داك لو فيت انه يخرج يدير واحد لاكتيفيتي اللي هو متشوق يتحرم من واحد المده
اللي كان هو محبوس بنا واحد المده ومجبر على انه ما يديرش داك ديك النشاط، مجبر انه ما يديروش، مع انه كنا طالقين له داك النشاط كان يقدر ما يديروش مده 4 شهور ولا 6 شهور وما كاينش المشكل. ولكن نفس البشريه داك كل ممنوع مرغوب، حيث كنا ممنوعين منها كنبغيو نديروها. وهذه النقطه اللي هضرتي عليها ديال لا سوماتيزاسيون، ديال ان الواحد فاش كيكون معاه شي واحد في الدار اولا معاه شي واحد في الخدمه خرج بوزيتيف، كيبدا هو يدير لا سوماتيزاسيون، كيحس بالاعراض ديال كوفيد، كيحس بصدرو كيضرو، كيحس بحريق الراس، كاع دوك الاعراض كيجيو، لان هذه حاجه طبيعيه كاينه في لابسيكولوجي، ما يسمى بلو ستيمولو، ما عرفتش بالعربية شنو هو لو ستيمولي، هو المهيج، شي حاجة اللي كنهيجوا بها، واحد لا رياكسيون، واحد ردة الفعل ديال الإنسان. شنو هو لو ستيمولي في هذه الحالة؟ هو في هذه الحالة اللي حنا فيها ديال الكوفيد، هو أن كاين واحد المصاب اللي هو واحد السيد اللي مصاب قريب ليا، يا إما زميل في العمل، يا إما شي واحد معايا في الأسرة، ديك الوقيتة كنرجع كنخاف سيكولوجيكمون، ونفسانيا كنولي كنحس بديك كندير ديك ردة الفعل ديال انني خصني نرجع وخصني نسد عليا وخصني ندير لا بروتيكسيون. كيف ما قلتي اون فوا غادي يعرف راسو بانه راه ما فيه حتى شي حاجه ويمشي كاع البيغ. كنعرف بزاف الناس اللي كيعرفوا غير شي واحد معاهم في لونطوراج ديالهم مصاب، كيمشي يجري ويخسر ديك الفلوس ويدير لو تيست داك لو بي سي ار باش يتاكد انه ما فيه والو. غير كيتاكد ما فيه والو، بالنسبه لي هذيك سي ان ابيزمون، صافي كيرتاح، هذيك صافي راه ارتاح، الحمد لله ما عادانيش، صافي كيرجع عاوتاني عادي، يقدر يكون كاع كيحيد البافيت ديالو كيف ما قلتي، كيمشي للقهوه، كيرجع عاوتاني ليزاكتيفيتي ديالو العاديه، حيت هو كيدير واحد لاكسيون اللي هو كيدير بها لابيزمون بسيكولوجيك باش كيهبط داك لو سوي دو لونكسيتي عنده. حيت في ديك الوقيته كيف ما قلت لك كيكون داك لو ستيمولوس ان شي واحد حدايا اولا تخالط مع شي واحد اللي هو مصاب، سيستيماتيكمون لو 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 سيرفو ديالي كيدير هذيك لا رياكسيون ديال داك لو ستيمولو. بحال فاش كنديروا حتى في ليكزامانوغولوجيك، في ليكزامانوغولوجيك كنديروا لي ريفلكس مثلا، كان اكزامينيو لا ريفلكس كيعطينا في لو سيرفو ديالنا تعطي واحد لا ريبونس. بحال دابا هنايا هذاك لو ستيمولي ديال لونطوراج ديالي فيه شي واحد مصاب، فبالتالي انا لا ريبونس ديال لو سيرفو ديالي وديال لانكونسيون ديال اللاوعي ديالي بطريقه لا اراديه كنبدا نحس بالاعراض، كنبدا نحس بالخوف، حتى درجه الخوف ودرجه القلق من 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 المرض كتضاعف عندي وكتزاد. وشنو كنبقى نقلب على كيفاش انا غادي نريح راسي، كيفاش كيقلب هذاك الشخص يريح راسو، يا اما كيبقى يسول الناس، وهذا الشيء انا زعما عشتو بزاف مع بزاف الناس كيبقاو يسولك كيقول لك واش مثلا الحلق ناشف، واش النيف ناشف من الاعراض ديال الكوفيد، هي لا سوماتيزاسيون انه كيكون خالط شي واحد، كيقلب على واحد الجواب اللي سمحتي لي اسماء غير من باب الدعابه، دابا انت قلتي الحلق ناشف وانا نصرت طريقي دونك انا ما كنا ولات عندنا ازمه كنشوف واش ناشف ولا لا. الناس كيقلبوا على واحد الجواب باش هو باش هذاك الجواب اللي غادي كيلوي ابورت دلابيزمون وغادي يرتاح داك الجواب، كيبقى يقلب على داك الجواب اللي غادي يريحو باش هو يعيش عادي ويعيش طبيعي ويرجع يعيش كيف ما قلتي كيف ما كان كيعيش واخد راحته وكيمشي فين ما بغى وكيخرج وكيمشي للمارشي وكيمشي للسوبر مارشي وكيخرج في الويكاند وكيسافر وكيدير داكشي اللي كيقلب على ديك لا ريبونس. وهاد لو سوي ديال لونكسيتي كيختلف من شخص الاخر، كاين اللي كيكتفي بهاد لي ريبونس ديال الناس وكيقول صافي وراه ما عندي حتى شي حاجه، صافي راه شفت الاعراض، راه ماشي هادو هما الاعراض ديال كوفيد، راه انا غير كيجيب لي الله حيتاش خالط. وكاين اللي عنده لو سوي ديال لونكسيتي درجه التوتر والقلق اللي ولا الخوف متضاعفه، كيمشي كيخسر، كاين اللي كتلقاه كنعرف الناس اللي داروا تيست بي سي ار حتى العشرات المرات، بين فوا تيخالط مع شي واحد معاه في الخدمه معاه في لونطوراج جارو، كيمشي يجري ويدير ديك التحليله ديال كوفيد باش كيرتاح، بين فوا كيلقاها نيجاتيف وصافي وارتاحت. سيكمون هو كيرتاح، نفسيته كترتاح، كيلقى اون ريبونس اللي كتريحو،
وكيرجع عاوتاني للطبيعه ديالو كيعيش عادي، حيت هو اصلا في الاصل كيقلب على انه حيت كيفاش كيف ما قلتي وصلنا لواحد الدرجه ديال الاختناق، ان كلنا صافي غير كنسمعوا غيسدوا علينا، اولا مثلا شي مدينه غادي يسدوا فيها، ولا غادي يزيدوا يديروا مثلا في كازا غيزيدوا البرولونغاسيون، عاوتاني غادي يسدوا علينا، لان كيف ما قال الاستاذ امين الانسان بطبع اجتماعي، افتقدنا بزاف ديال الحوايج اللي دابا كنقلبوا اننا نرجعوا ليها، وكاينين الناس اللي رجعوا كيعيشوا حياتهم الطبيعيه وحياتهم العاديه، ولكن اوموان دغ ستيموري كيتخلعوا كتجيهم ترجع لهم داك القلق اللي كان عندهم في الاول، هو غير واحد شي شويه غير كيدوزوا ديك 3 ايام صافي كندير التيست ولا كنقلب كيف ما قلنا على لابيزمون بسيكولوجيك ديالي، اون فوا في لانكونسيون ديالي كنرتاح وبسيكولوجيكمون كنرتاح كيرجع عاوتاني كيرجع يمارس الانشطه ديالو عادي كيف ما كان قبل. نعم ولا سمحتي لي انا غنمشي عند لاله فاطمه الزهراء. لاله فاطمه الزهراء، بحكم يعني تواصلكم المستمر مع الحالات الاصابه بكوفيد، كنعرفوا بان احنا في هذه المرحله كاين التقلبات الجويه، الناس معتادين انهم في هذه المرحله كتجي لا غريب، كيمرضوا الناس، كيمرض الصدر، كيمرض الحلق الى غير ذلك، اذا هذه امور اللي هي معتاده في هذه الفتره. هذه السنه هي سنه استثنائيه بطبيعه الحال. دابا الناس ما عارفينش الفرق ما بين الاعراض ديال كوفيد وما بين الاعراض ديال نزله البرد، وقتاش خاصنا نديروا الاحترازات. وعاود دابا ملي كتشوف الناس اللي مصابين كل واحد وشنو تيقول، كاين اللي تيقول لك جاني حرق الراس مثلا وشويه ديال التبوريشه وقيت راسي بوزيتيف، كاين اللي كيقول لك جاني اختناق على مستوى الصدر ومثلا الم في الحلق، كاين اللي كيقول لك كتجيني واحد السخانه حتى كنوصل نوعا ما لواحد الغيبوبه، يعني كنحس براسي صافي مابقيتش قادر على التوازن، كل واحد وشنو تيقول. فانت بالنسبه لك كاين اللي كيقول الاكثر شهره هي فقد الشم والذوق، هذه هي الاكثر شهره كعلامه على الاصابه. اذا وقتاش كيخصنا لاله فاطمه الزهراء نقولوا صافي هذه راه ممكن يكون كوفيد، ها شنو خاصنا نديروا؟ قولي لنا من جديد اشنو خاصنا نديروا، كيفاش خاصنا نتصرفوا؟ باش نجاوبك اختي سكينه على السؤال ديالك بالضبط، ربما غادي نقز على الاختصاص ديال الزملاء ديالي الاطباء، ولكن ان طون كانفيرميير je vais reposer la question autrement. Mais des fois, quand j'ai eu des malades, comme a dit l'Oustada Asma, quand j'ai eu des malades, qui اختلطوا مع المرضى اللي هما بوزيتيف او لا شكوا وكيجيو تيقول لك خاصني ندير بي سي ار وكي سو فون دون تو، زعما كي كي كيرونوا الدنيا وكيمرضوا راسهم، علاش باش يديروا بي سي ار؟ انا لا ريبونس اللي كنعطيهم هي لا ريبونس اللي غنعطيك اختي سكينه. البي سي ار ملي كيديروا الواحد راه ما تيبراش الا كان مريض، لا كونديت ا تونير اي لي لا ميم، درتي بي سي ار ولا ما درتيهش، كنتي بوزيتيف ولا نيجاتيف، سورتو بوغ ان مالاد كي اسيمبتوماتيك لا كونديت ا تونير اي لي لا ميم، الشروط ديال الاحترازيه اي لي لا ميم، جاك ان بيتي روم ولا سي تي فريمون دو كورونا فيروس راه سي لا ميم كونديت ا تونير. ملي كيضربنا البرد راه ما كنتخلطوش مع الناس، كنكحو في لو كود ديالنا، ما كان دابا البافيت سي ولات موجوده، ما كرهناش كنا نديروها قبل عند الناس اللي عندهم دي سامبل روم، دابا هما ولاو موجودين، عندك ان سامبل روم لبس لا بافيت مع تي زونفون على ميزون، شنو كيمنع؟ يعني السؤال الحقيقي هو شنو هي لا كوندويت ا تونير؟ الانسان الا بقى يعمر راسو بلي سيمبتوم، كيجيو عندي دي مالاد كيديروا لي بي سي ار تيقول لي شنو هما لي سيمبتوم ديال بي سي ار؟ تنقول لهم الا قلتها لك دابا غدا يصبحوا في كاملين. لان سي بلوس بسيكولوجي. تنقول له انت ما نطلبش منك تعرف شنو، مطلوب منك ها شنو هاد دير، من بعد ملي غيكتب عندك الله شي حاجه راه كتبت. ايه احنا سوغ لو بلان بوست دو دياغنوستيك sur le plan conduite à tenir, عندنا واحد طابلو كلينيك اللي بالنسبه لنا هذا سي ان طابلو افير، زعما اوبليغاتوارمون يلفو فار ان بي سي ار. علاش؟ ملي تيكونوا دي سيني ريسبيراتوار، هنا ما خاصش الواحد يتسنى. هنا كنهضر انا بغيت نعرف بالنسبه لك وقتاش كيخص، يعني بحكم التواصل مع الحالات، وقتاش كيخصنا نقولوا هنا راه سي اورجون خاصنا نلقاو حل؟ هنا بالنسبه لنا حنايا انا اون طون كانفيرميير شنو الميساج اللي غندوز للمواطن؟ لي سيني ريسبيراتوار مستحيل تجلس بيهم في الدار، يعني ملي تيقول لك المريض انا كنحس بان التنفس كنطلعو بصعوبه، اولا تيقول لك هاد لو سيمبتوم تنحس به اكثر مور المغرب، هنا يفو سوني لا سوني دالارم، فهمتي؟ يفو تيري لا سوني دالارم، يفو فيغ ان بي سي ار، يفو ميم افيك لي انستركسيون و لو كونساي ديال لو ميدسان ديالو، يفو ديماري كاريمون لي تريتمون، لان دابا لي بي سي ار ميم في لي لابو بريفي دي فوا سا بو بخوندغ دو او تخوا جور، و دي فوا سا بو اتخ تخو تار.
فهمتي يعني باستشارة الطبيب اللي كيتابع الحالة ديال هاد المريض هذا، ملي تيكونوا لي سيني ريسبيراتوار راه ما تيبقاش مجال للشك، راه احتمال كبير يكون الكوفيد يفو ديماري لو تريتمون فهمتي. ولكن فراق هذاك لي سين ديال الشم وديال التذوق وهذا، ملي كيجي عندنا ان مالاد بوغ زعما بوغ بي سي ار بوغ بريز اون شارج، عندنا ان سكور، لو سكور كيبدا من 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 ملي تيكون اون بيرسون كونتاكت كيكون عنده واحد لو سكور اسي امبورطون، ملي تيكون عنده سيرتان سيمبتوم كنبداو بلي سيني ريسبيراتوار تيكون عنده ان سكور كيبدا كيطلع لو سكور. ملي كنبداو نهضروا على الشم والتذوق ولي ميغرين سميتو لي دولور فارانجي، كيبدا الحلق تيحرقك، كيقول لك المريض راه ذاتي كامله مقرضه عليا، لي ميالجي لي كورباتور، هادو سو سون دي سيني، واني سو سون دي سيني كي بوف اباريتر ميم في لي سامبل روم، ميم في لا فاتيغ، ميم سيكيكمون اي بوف اباريتر. يعني حنا سورتو ملي تيكون تجمعوا وتيكون العدد ديالهم كثير وكيتلاقاو مع لي سيني ريسبيراتوار، هنا صافي راك تو اوريونت لو مالاد فيغ 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 لا بريز ان شارج كوفيد. ولكن اونتر طون ما كاينش من غير البي سي ار او لا تي دي ام توراسيك اللي كيقدر يحط لا دياغنوستيك افيك سيرتيتود. نعم نعم كيديروا المرضى سكانر او لا بي سي ار بوزيتيف هو اللي كيقدر الانسان ابار سا، ما خاش الانسان يبقى يمرض راسو بزاف، لان كان شو دي فوا انا اكثر من نف موا وانا في الكوفيد درت ان بي سي ار سميتو رابيد، ان تيست رابيد هو اللي درت، ما درتش نهائي بي سي ار بوندون هاد لي نف موا ديال ليكزيرسيس ديالي. سيرت خاصنا ان طونك بروفيسيونيل او موا او كور ديال هاد لي نف موا نكونو درنا ان ولا دو ولا تخوا بي سي ار، مي المهم لعده اسباب ما داروش. ولكن تنقول لك هما اون نف موا الحمد لله كونتاكت ديريكت مع لي بي سي ار بوزيتيف، مع لي بيرسون كونتاكت، ومع لي بيرسون سوسيبتي ديت كوفيد، والحمد لله ما تقاسنا حتى شي حاجه. علاش؟ لان عندنا دي ريكل اللي انسان كيخدم فيهم لو بون سونس. كيجيو عندي ديما كتهضر الاستاذه اسماء ولا الاستاذ مهدي وكنحس حضر قدامي لي مالاد ديالي اللي كنشوف، كيجي عندك مريض اللي تيهبط البابيط وكيخشي وجهو فيك وكيبقى يهضر معاك، وكيجي عندك مالاد اخر اللي لابس لي غون ودير الفيزيير والبابيط وكاين اللي كيجي حتى بداك لي سيغ بلوز ودير لي فابو وكيرش بارتو غادي وتيرش، وعندك لوتر اكستريم اللي حتى البابيط محبطها لهنا ولا مطلعها ولا مهبطها كاريمون تيهضر مع الناس وكيتعاود مع الناس. يعني فو شيرشي لو بون اكيليبر اللي ما يمرضش الانسان صحته وان ميم طون يحافظ يعني ما يمرضش دماغه. شرتي لواحد النقطه فاطمه زهره اللي مهمه اللي خاصنا شويه فيها التفسير. قلتي كيكونوا دي سيمبتوم من بعد المغرب، يعني في نهايه اليوم، كيفاش هاد القضيه نقدروا نفسروها للناس؟ يعني شنو هو مي قلتي عاوتاني دي ديفيكولتي، واش الانسان كيتزير كيحس براسو مختنق ما قادرش يتنفس، ام كيكون حريق في الصدر، اما شنو بالضبط اللي يمكن الانسان بالنسبه ليه يفكر فيه؟ هاد الفات ديال ان التنفس مزير صعيب يكون 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 ان سين بسيشيك، فهمتي؟ وهاد لو سين ديال ان تيبان سورتو مور المغرب، لان حنا في الذات ديالنا عندنا لي كورتيكويد اي سون سيكريتي سبحان الله العظيم مع الفجر، لا دوز اولتيم ديالهم تتكون في الفجر وكيبقاو غاديين وتينقصوا من المغرب كيبداو ينقصوا. يعني هادوك لي سيني ريسبيراتوار ملي كينقصوا لا دوز ديال الكورتيكويد في الذات كبداو يبانوا اكثر، يعني يقدروا يبانوا على حساب الحده ديال الكوفيد توتو لون دو لا جورني، ولكن ملي تيكون الكوفيد زعما بوزيتيف وتيكون فريمون ان كان لي سيريو فهمتي اولا نقولوا غير بوردر لاين كيبداو يبانوا مور المغرب. ملي كيبدا الانسان كيحس بصعوبه تيقول لك كنحس بحال شي حاجه قابطه لي في صدري ولا بحال شي حجره فوق صدري، هنا يفو تيغي لا سوني دالام، خاص اون توت اورجونس يدير البي سي ار ديالو ويتصل مع الطبيب ديالو باش يحط لو دياغنوستيك زعما في اقرب وقت باش يبدا التريتمون ديالو في اقرب وقت. نعم الا ليك بحال فهاد هذه الحاله انسان ما كيمشي مدايتو راسو يدير البي سي ار، بنتي بدا يحس بحال هاد لي سيني ما يمشيش يدير البي سي ار، يمشي عرض راسو على لا كونسلطاسيون، لان دي فوا يقدر الطبيب يختار يبدا مع التريتمون ميم افون البي سي ار، فهمتي؟ ملي تيكونوا لي سيني ريسبيراتوار يقدر يعني يمشي يشوف الطبيب عاد من بعد هو اللي غادي ينصحو يدير بي سي ار ديك الساعه ولا يبدا معاه التريتمون ولا ربما يسحب سكانر ولا شي حاجه.
واضح. حنا نعاود نرجع ليك لا فاطمه الزهراء، ولكن لا سمحتي غنمشي عند سي امين. سي امين كيف ما كتعرف مدينه الدار البيضاء دابا زادت خلاص مده اخرى اللي غنبقاو بهذا الوضع اللي حنا فيه، الكوفغ فو من 9 ل 6 الصباح، تدابير الاحترازيه في الدخول والخروج مدينه الدار البيضاء، احتياطات اكثر الى غير ذلك. هذا الشيء حتى هو من شانه انه كيزيد شويه لا بريسيون على الناس. كيفاش نقدروا نعيشوا في وسط هذا الوضع هذا؟ مدن اخرى حتى هي راه فيها الحالات الى غير ذلك، كاينه واحد لا بريسيون ولكن ما كتكونش بحجم ما حنا ربما كنتعايشوا معاه في مدينه الدار البيضاء بصفه عامه. شنو خاصنا نديروا باش شويه نشوفوا هذا الوضع اللي حنا فيه بواحد العين اللي هي بوزيتيف، وفي نفس الوقت نديروا الاجراءات والاحتياطات ديالنا؟ لا سكينه سي فري كو الدار البيضاء ريبريزونت لو بول ايكونوميك با اكسيلونس في المغرب، معناتها فاش كنهضروا على الجانب الاقتصادي في الدار البيضاء كيبقى لنا لونجو كيولي كبير، زعما الحيتيات ديال واش الناس كيتقبلوا ولا لا. جو بونس ما يمكنش لنا نجينيراليزيو، يونا دو تو، مي الا لاحظتي لا توندونس جو ديغي assez présente en Afkaza, c'est je prends mes distances du mieux que je peux, mais ne me dites pas que j'arrête mon activité économique. Non. C'est هذا هو التخوف الكبير اللي كيجعل الناس، parce que هو في حد ذاته c'est une arme à double tranchant. C'est في ذو حدين. عندنا الناس اللي كيباشر لاكتيفيتي ديالو النشاط المهني ديالو، وبالتالي كيحافظ على واحد الروابط عاطفيه وجدانيه، روابط اجتماعيه. كتلاحظ بان هاد الناس هادو يفيف ميو لا سيتوياسيون زعما انك كتشانجي مع ناس مثلا في مجال التخصص ديالنا. كيجيو عندنا ناس كيقول لك ايكوتي في لو موا 3 في مارس كنت كنحس بلي سيمبتوم، يافي جوستومون سيت سوماتيزاسيون، كانوا الناس ا مومون دوني بداو كيدخلوا في ليبوكوندري، ولاو كيتوهم ليهم كاع انهم مرض، وكيمشيو كياخذوا الدوايات. بغيت هاد لي بروسيسوس كاملين خصنا نفهموا حاجه وحده، بان اي انسان بطبيعته راه عنده الكيان النفساني ديالو كيقلب على توازن. كما كناكلو ونشربو ونعسو سون دي سيكل دو في بور لو ميتابوليزم هيومان، راه كاينين اوسي دي سيكل بور لاباري بسيشيك هيومان. كاينه اون انرجي، كاينه اون ايكونومي بسيشيك اللي كيعيش بها الانسان. راه كما قالت لالا فاطمه الزهراء، سي فري كو شنو هو 24 ساعه عند الانسان لو سيكل دو في، سي لو بليزير لو بليزير، دونك سيروتونين سيروتونين سيروتونين، تاكي وصل لو سي ماكسيمال ديالو سبحان الله عاوتاني على طومبي د لا نوي كيبدا لوندورفين فاش كان يكونو دي بليزير. اوجوردي كنلاحظوا بان جديري ساكنه العالم، باش ما نقولوش المواطن المغربي ولا المواطن الكازاوي ولا، مي سي فري كو متنفسات طبيعيه سي امبورطون، سي فري كو متنفسات اوسي جيري سبورتيف تو سا سي tout ça c'est important parce que ça renforce le lien social, ça renforce l'investissement de tout un chacun. Mais l'impact réel que je vois aujourd'hui, c'est que Nas il ne cherche qu'à maintenir un équilibre tout d'abord économique. Hadi el aulawiya ndkhel el yomi el ma'isha dial el yomiya nwfer el walidati ma yelzamhom min daruriyat el aish oum ba'd اجي ندوي انا وياك على شنو هما الافاق ديال كوفيد في المغرب. راه سي دوفنو كاريمون اجوردي بالنسبه لبزاف ديال الناس جيري با مازال، مي سي دوفنو كلكو شوز دو سيكوندير. كيقول لك واش انا غادي نبقى حاضي غير المرض كل مره نمشي ندير تيست بالقد والقد ديال الثمن؟ راه جو ني با لي مويان. راه وليداتي كيقراو في المدرسه، جو باي جو كاسك اونتر 1500 و 3000 درهم بار موا على ولدي، ولدي كيقرا غير نهار ا ونهار لا. يا بوكو دو شوز كي رونترون جو اللي مخلي الناس اليوم انهم يعيشوا لو ماليز دون لا سوسيتي بطريقه
بطريقكم يجوني الناس يتحدوا مع بعضياتهم في واحد الفكره كما قالت في اللاوعي الاجتماعي باسكو انا انكونسيون كوليكتيف ولا واحد النوع من التطبيع مع هذا الفيروس هذا. يعني الناس واش كتشوف بانه غير ثانوي ما بقاش اساسي في الوقيته اللي الناس كتموت به والناس اللي كتعاني بسبب الكوفيد. جوستمون ديال القراءه اللي عطات مدام فاطمه الزهراء ومدام اسماء اوسي باسكو سي فري اوجوردي كونطوني اتان دو كوفيد راه لو في تري مال. حنا heureusement le métier ديالنا il nous permet d'écouter les gens dans leur souffrance. Donc le premier front, Fatem Zahra ou l'Atepa ou des qui sont dans les services d'urgence. Mais après coup, on a ce qu'ils jouent. Donc, du coup, il raconte après coup, mais bête la période d'incubation, bête le traitement, bête la vie qui j'ai, il raconte son mal-être. Elles étaient les pires journées de ma vie. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir me priver. Et me dire là, ma radice, je sors de la société avec un autre regard. Alors, nous, aujourd'hui, tout ce qui a été médiatisé derrière le Covid-19, mais chez Maghreb spécialement, mais partout dans les médias du monde, c'est on vous fait peur pour que vous puissiez prendre soin de votre santé. Tout simplement, les messages subliminaux, les désoufs, les médias, tout ça, ça permettait à nous de prendre conscience que vous voulez que vous fassiez, chef, certes, parce que il est marftich, rechnich, rechlik. C'est le cas des patients les gars qui ont madame Fatane Zara qui dit qu'il voulait que je lui explique qu'il dit chauffe laisse moi d'en dire que dans dit ce matin que développer il y a des symptômes جداد. Mais les médias ils ont joué ce rôle, ils ont mis une représentation générale universelle elle est le Covid Nas ils l'ont accueilli à bras ouverts parce que l'insane est vulnérable qui خاف من الموت. Mais il y a le janib li drat ali madame Asma tout à l'heure, c'est le janib inconscient. L'inconscient est immortel, l'inconscient est toujours là, est toujours vivant, il a toujours cette pulsation là de vouloir s'investir. Elle a dit ma bari naïch dima je rak ngoul lik ghadan tlaqa inchallah. Donc ana بالنسبه ليا راني dima aïch, alors que la logique l'aql en zama brut bla ma ndkhlou fi wijdan bla ma ndkhlou fi hiss rak ygoul lik le corps peut mourir à n'importe quel moment. L'arrêt cardiaque peut se faire à n'importe quel moment. Ou tu as le janib dini, le mot est le haq ou qadar, ou diksim kitab, bidoun, waqt, ou zaman, ou makan. Mais l'inconscient, par son pouvoir, je dirais magique, entre guillemets, qui khlina, on espère toujours le meilleur, on est invulnérable, on est puissant, on est ceci, on est cela. Et c'est ça l'humain. C'est ça la magie de l'humain. Donc aujourd'hui, la société, c'est un groupe d'individus. Et les individus qui vivent avec un inconscient collectif, bla wa'i mujtama'i collectif ديال كلشي ou كاملين امنين بان كيما كان مرضوا باي حاجه نزلت بارده غير من غريب quoi que ce soit كيمشيو عند الطبيب. Et ben c'est la même chose aujourd'hui, je me sens mal, j'ai envie de dire ne va pas faire le test d'abord, mais va consulter chez le médecin. Elle n'importe quelle personne souffrant de quoi que ce soit. Et quand on reçoit un être après coup. ناخذ المسائل يعني مساله خاصنا ناخذوها بهذا الحس هذا ديال انه حسيت براسي ماشي هو داك غنمشي عند الطبيب غندير الاجراءات اللي قال لي الطبيب غنتبع معاه الدواء ديالي لان الجانب النفسي تيلعب دور كبير. ولكن في نفس الوقت ما يمكنش نشجع راسي على انني نخرج عادي للشارع ما كاينش مشكل لانه ممكن انني ننقل فيروس لانسان اخر. مي بيان سور مين دو ريان الناس اللي مساكنين سون اتان دو مالادي كرونيك راه كيعيشوا افيك سي ديناميك لا. Ils sont toujours dans la peur, ils sont toujours dans les régimes. Les hyperdiabétiques ou les hypodiabétiques, c'est toujours la même chose. Régime alimentaire qui est spécifique, des restrictions, mais il doit faire du sport. Donc finalement, le processus qui m'a dit que le mendoma de la souffrance, de l'alem, de le mal-être, de l'da qui m'a dit que l'insan, alors elle s'exprime que ce soit avec Covid ou sans Covid. Mais la particularité du Covid, et c'est la raison même de l'intervention d'hier aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur le lien social. خصنا نركزوا اكثر على الروابط الاجتماعيه كيفاش نقدروا نخلقوا متنفسات. C'est vrai que فكرنا في la technologie, في la visioconférence tout ça, mais écoutez, هادشي ça existe depuis des années, depuis minimum une vingtaine d'années que ça existe, le télétravail tout ça.
مي اوجوردي راه حنا غير 10 سنين هادي وحنا كنهضروا في واتساب مع لي غومير مع لي طونط مع دونك سي دوفني موني كورونت. مي اوجوردي ولينا كنعيشوا لا ديستانسياسيون مي بطريقه مهوله باسكو ولينا كنشوفوا وليدات كي ناريف با ا ايدنتيفي لي فيزاج ان اج بريكوس بار لو بور دو ماسك اون لور اكسبليك با. ما كنحطوش دي بروغرام ديديي بور لي بيتي انفون, ما كنحطوش دي بروغرام ديديي بور لي ادوليسون. اون ا با ريفليشي ا ريمودلي سيرتين ديناميك في لي سيكتور دو لانسينمون باش اننا نسنسيبيليزيو بلوس. بوركوا يا با دو كامباني دو سنسيبيليزاسيون اوجوردي في لي زيكول؟ مي سي فو, علاش ما نمشيوش نقيسوا لي سيبل كيما هما زعما غير هذا السؤال السي امين, وانا غادي نرجع ليك في الخلاصه اللي يمكن لي تبع حوايج قريب Même un enfant, ben c'est vrai, un enfant que je voulais ne fait pas cette bêtise. Mais après, l'enfant, il te dit, papa, apprends-moi à faire ce que je dois faire. Et demain, je voulais que maintenant, je voulais que marche à ou le dit correctement. Tu vois, j'affirme quelque chose. Aujourd'hui, je voulais que mettre bousniche, mais je voulais que je nous dis. يعني بدايه ما طرحاتش انسان ما غنتسلموش ما غنتعانقوش ما يمكنش بزاف د الحوايج نديرهم, ما تطرحاتش بدائل في العلاقات الاجتماعيه اللي ممكن تخلي واحد النوع من الاستقرار. غادي نرجع عندك الا سمحتي لي بطبيعه الحال, غنمشي عند لاسماء. لاسماء نسبه الاستقرار النفسي كتلعب دور مهم. احد الاخصائيين مؤخرا في واحد الحوار مع قناه يعني عالميه قال بانه بنسبه كبيره الكوفيد كيلعب على الجانب النفسي. ناس كثار اللي الجانب النفسي كان سبب وراء الوفاة ديالهم, كان سبب وراء تطور الفيروس في الجسم ديالهم, وكان سبب وراء تفاقم الفيروس في الجسم ديالهم. انا كنآمن شخصيا بان الجانب النفسي عنده واحد يعني واحد تاثير كبير على الشخصيه ديالنا وعلى المسار ديال الحياه اليوميه, وبزاف ديال المشاكل العضويه السبب الرئيسي موراها كيكون نفسي. ف باش نقدروا نحافظوا على هذا الاستقرار هذا, شنو هو الاتجاه اللي يمكن نتكلموا عليه مع الناس, او شنو هو يعني التوجه اللي يمكن اننا نوضعوا الناس فيه؟ اول حاجه بغيت غير نعقب على واحد الحاجه قالها سي امين, ماشي نعقب وانما نمشي معاه في واحد الطرح ديال قال بان شنو خاصنا نديرو. ماشي اوني لا اوني فاس ا سيتوياسيون كي غيال, واحد الواقع اللي حنا كنعيشوه. واخا ما خصناش نسلمو, خصنا لا ديستانسياسيون, مي لا في نو سارات با. راه سي تان فيروس كوم تو لي فيروس كوم توت لي مالادي. الا جينا نحسبو لي ديسي ليي او زاكسيدون او كونسير راه لقاو كثر. اي اونتر بارونتيز باغ اكزومبل انا عندي جو في لا تيز دو دكتورا في لو ميديو سكولير, كنخدم سور ان بروغرام دو بريفونسيون دوزاج دو دروغ اون ميديو سكولير. دونك حبست من لاني ديرنيير, وفي هاد لاني توجور حابسيني لا مايمكنش تدخل ديروا لنا مايمكنش ديروا لنا امبلونطاسيون بروغرام في ليكول عندي في الكوليج مايمكنش تدخلوا راه مي اون فا ريسبكتي مايمكنش نحبسوا لا فيزا. صافي اون اني حنا حابسين ونزيدوا نحبوا, باقي لنا امبلونطاسيون باقي لنا ليفالواسيون. دونك كيس كون دو فير ما كنلقاوش لي ريبونس, ما كنلقاوش الاجوبه. تيقول لك لا مايمكنلكش تدخل ليكول. واحد النقطه اللي شكلات مشكل عند الناس, ما نتسلموش ما نتعاملوش. انا بيرسونيلمون سا بوز فريمون ان بروبليم باسكو زعما هادشي سي اونتر بارونتيز شي حاجه ديالي. جو سوي ان 4ييم اني, خاصني نكمل, خاصني ندير لامبلونطاسيون مع المينيستر دو سونتي, خاصني ندير ليفالواسيون. مي حابسين باسكو كوفيد, لا في سارات كوفيد. ما يمكنش ما يمكنش كيف ما قال خاصنا نقلبوا على بدائل. شنو خاصنا نديرو؟ اون فاس ا سيتوياسيون لا ديستانسياسيون سوسيال, وي خاصنا الوقايه, خاصنا كلشي, مي خاصنا بدائل لهادشي. شنو خاصنا نديرو بور كو لا في كونتيني؟ علاش باش انا غادي ندخل في لا كيسيون اللي قلتي لي, لان هادشي كامل وهاد الوقفه اللي حنايا واقفين كتخلق وكتزيد الرعب والخوف عند الناس. علاش الناس بالنسبه للسؤال اللي سولتيني سكينه مدام سكينه,
هاد الشيء منين جا من الاول؟ علاش الناس كتخاف وتكون عندهم هاد الخوف برينسيبالمون مع هاد لو فيروس كوفيد؟ علاش؟ بحجم لو فوليوم دو لافورماسيون اللي تعطات في الاول. وي تعطات هادوك المعلومات اللي كانوا كيتعطاو في الاول اترافير لي ميديا، وخصنا نتباعدوا وخصنا هذا، سي دون ان بوت دو بروتيجي الناس، باش الناس نحميوهم، باش ما يتعداوش، باش ما يطلعوش عندنا لي طو دو كونتاميناسيون. ولكن هادشي حاجه طبيعيه، كيف ما كنا قلنا سابقا ان كاين واحد المؤشرات ديال التوتر وديال الخوف والقلق عند الناس، اللي كاينين واحد لي فاكتور ولا واحد لي زاندكتور كلك شوز كي اندوي هاد لا بور وهاد لونغواس عند الناس. من بين الحوايج كي اندوي هاد لا بور واللي كتطلع هاد الخوف هو لا ميدياتيزاسيون، هو لي ميديا، شنو كان كيسيركول في لي زانفورماسيون، لانفورماسيون اللي تعطات ان هاد المرض خطير، انه كيقتل، ان دونك هادشي كله طلع الخوف عند الناس، وطلع الخوف حتى في لو نيفو استراتيجيك فهاد لي بريكونسيون اللي دايرين سد هنا حل هنا. دونك سي نورمال، هاد لو سوي ديال اللي عند الناس راه حاجه طبيعيه. الحاجه اللي انا بغيت نركز عليها هو ان الناس ما خصهمش ينساو واحد الحاجه اللي هي مهمه واللي تكلم عليها السي امين في الاول، ان راه حنا تبعنا واحد الفتره ديال ما بعد كوفيد، واللي راه حنا دابا بوندون لو كوفيد راه حنا كنعيشوها. بالنسبه للناس لي بروفيسيونيل دو سونتي مونطال ولي بسيكولوج لي بسيكياتر، ان كيجا واحد الكم هائل ديال الناس اللي كيعانيو من لي توك لي تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف، اللي جاوهم لي اتاك دو بانيك لي كريز دونغواس، اللي مشاو لا ديبرسيون لي رابتوس انكسيو لو سويس. دونك هادشي كامل سي الخوف من واحد الحاجه اللي هي مجهوله. كاين واحد لو كوتي دان سيرتيتود، ما عارفينش شنو كيف ما قلنا شنو كاين من القدام. كنا كنقولوا 3 شهور وغادي صافي وهاد الفيروس، وبالاخص كانوا كيدوزوا كيف ما قالت لاله فاطمه الزهراء بان كانوا كيدوزوا دي ميساج ديال التفاؤل، وكنعطيو للناس واحد الامل. من بعد ما كناش نبقاو نعطيوهم واحد ميساج ديال الامل اللي هما ما عرف حنا براسنا، هي براسها كبروفيسيونيل سونتي ما عارفاش فين غنمشي، واش امتى غيسالي هذا الشيء، واش غيسالي واش ما غيساليش. دونك الناس هما تظنوا انه اللي اسماء واحد الوقيته الناس ملي سمعوا بانه اللقاح غادي يجي المغرب وغيستافدوا منه بطبيعه الحال الناس ديال الصفوف الاماميه، ومن بعد غادي يقدروا يلقحوا الناس، ما بين الاشاعات هذا اللقاح واش غينفع لا حق ما نديروش لا نديروه الى غير ذلك. كاين واحد الفئه اللي بدات كتقول وا سي با غاف، ها هو كاع جاني كوفيد راه جاي اللقاح ماشي مشكل، هو راه يقدر على ما يجي اللقاح، داموا الامانه امانته الا ما درتيش داكشي اللي خاصك ديرو. بيغ انكور كيما قالت فاطمه الزهراء، ماشي ما وصلوش قبل ما نوصلوا اللقاح، فاش كانوا شي ناس كيشوفوا في لونطوراج ديالهم داكا اللي كانوا اسيمبتوماتيك ما عندهمش الاعراض، وما عادش كيقول لك اه ها هو دازو، ها هو داز لصاحبي ولا داز واحد من العائله ديالي وما فيهش الاعراض، راه عادي راه بحالو بحال الرواح. علاش خايفين وعلاش هذا الخوف وعلاش؟ ولكن كاينه واحد الفئه ديال الناس اللي بصح كتعيش الخوف وكتعيش الرعب، باقي الان كيعيشوا الخوف من الفيروس. وهذوك الناس اللي نفسهم تيقول لك، اللي كان كيقول بان انا متاكده، هذاك اللي كيقول بان اللقاح جاي اون فوا غادي يقول راك بوزيتيف، غديكلونشا عنده لا فليش دو لونكسيتي اي دو لونغواس، ويقدر يبيكي دي زاتاك دو بانيك دي كريز دونغواس من الخوف، من حيت الفيروس كيف ما قالت فاطمه الزهراء مجهول، كيختلف من واحد لاخر. كيف ما قالتي ما يمكنلكش نعطي واحد لا كارتوغرافي ديال الاعراض ديال هذا الفيروس هذا، لان كل واحد كيفاش جا، كاين اللي جا خفيف، كاين اللي جا ديستين ريسبيراتوار، كاين اللي جا غير بحال لا غريب، كاين اللي ما جاوش كاع الاعراض. يعني ما يمكنليش يعني داك الشخص فاش كيشوبي لو كونتي شوب لو فيروس ما كيعرفش شنو غادي يكون من بعد، شنو لي كومبليكاسيون اللي غيقدروا يوقعوا ليه، يقدر تيدوز لي 4 جوغ وياخذ لو تريتمون ويدير اون كومبليكاسيون. دونك لا كونت شي شوب لو فيروس تديكلونشا تطلع عنده لا فليش دو لونكسيتي اي دو لونغواس، كيتخلع بلا ما يعرف راسو بوزيتيف، غير كيكون مخالط كيف ما قلنا، تطلع عنده لا فليش ديال لونغواس راسو ديال لا، وتيمشي يقلب يدير لو تيست، وكيف ما قلنا كيقلب على دي ريبونس ابيزون نيجاتيف بور كي سابيز سيكولوجيكمون سا لوي ابورت دو لابيزمون وكيرتاح. بالنسبه للناس اللي عندهم هاد القلق خاصنا اون دو شيرشي كيفاش خصنا، لان كيف ما قلنا ها هو الفاكسان غادي يجي، ها هو الفاكسان لو بلوتو بوسيبل غيكون لو فاكسان، مي ماشي كلشي غيستافد من لو فاكسان، يعني هادشي مازال مطول معانا، مازال لانه يطبق طبعا
طبيعه الحال ويستافدوا منه الناس والتبعيات ديالو بزاف ديال الامور مازال ليا واحد المسار اللي شويه طويل لا سيتوياسيون باقا مطوله معانا وسورتو كيف ما قالت فاطمه زهره واحد النقطه مهمه اننا مازال كنقلبوا على داك نطلعوا لو بيك ونهبطوا مازال في المغرب مازال لحد الساعه مازال ما تقادتش عندنا داك داك المنحنى ديال الكوفيد مازال لي كا دابا طالعين بزاف فبالتالي مازال الناس غادي يعيشوا في هاد الدوامه نقدروا نقولوا عليها هاد الدوامه ديال المجهود ديال لانسيرتيتود دونك شنو خاصهم يديروا الا سمحتي اسماء قبل ما نواصلوا بغيت نطرح واحد السؤال لانه غيخصنا نمشيو للرسائل المباشره بالنسبه للناس اللي ما خرجوش من شهر 3 كاين واحد الفئه ديال الناس اللي رافضين رفض بات التواصل الاجتماعي مع ايا كان من شهر 3 الى يومنا هذا وربما كاين اللي رافضين حتى يشوفوا وليداتهم كاين رافضين اللي حتى يتواصلوا مع وليداتهم لانهم ناس كبار في سن معين او عندهم امراض معينه انا كنعرف شخصيا واحد السيده اللي من شهر 3 ما شافتش الزنقه الى يومنا هذا ورفض رفضا بات التواصل مع العائله ومع الاسره كلها يجلس في دارو حتى يسالي كوفيد هذه هي الرساله المباشره ديالها هاد الناس هادو الى جانب فئات اخرى اللي كتشوف حياتها توقفت بزاف ديال لي ديتاي اشنو ممكن ديفلوبا ما بعد كوفيد خاصنا نردوا البال شي حوايج دابا باش ما نشوفوش مصائب ما اكبر على المستوى النفسي من بعد كوفيد شنو خاصنا نديرو اكزاكتومون حطيتي يدك على واحد النقطه اللي هي مهمه اللي كيف ما قلت لك ما بعد الكوفيد بالنسبه لهاد الناس انا مونافي غيديفلوبيو ديبرسيون لان واحد سد على راسو وما كاينش وكيف ما قلنا الانسان بطبعه اجتماعي ما كاينش لي غولاسيون سوسيال قطع لي غولاسيون سوسيال ما كيخرجش ما كيديرش لي زاكتيفيتي ديالو دونك راه على ابواب انه يدير واحد الاكتئاب خلاص لي تروب هاد الناس سيغمون غادي يكونوا عندهم لي تروب اوبسيسيونيل كومبولسيف فاش نهار غادي يخرج ديك لا ديزانفيكسيون غادي يعقم بلا قياس خاصو يعقم خاصو داك الوسواس انه يقيسو شي واحد يقدر يدير كاع ميم اون فوبي سوسيال ما يقدرش يديفلوبي لا فوبي سوسيال مع الخوف الاجتماعي كنظن بالعربيه لا فوبي سوسيال انه ما يتخالطش مع الناس يعني غادي نكونوا ما بعد الكوفيد فاش يخرجوا هاد الناس هادو واحد الفئه اللي عندها هاد المشكل هذا فاش يخرجوا غادي يكونوا في مواجهه ديال واحد الاضطرابات نفسيه اللي لا تحمد عقباها اللي خصهم ديك الساعه ان سويفي وخاصهم بزاف والاختصاصيين في الصحه النفسيه راهم ديجا بداو وراهم في مواجهه ديال واحد الكم هائل ديال الاشخاص اللي طوروا واللي داروا واحد اضطرابات نفسيه اللي كبيره واللي كثيره دونك انا بالنسبه ليا هاد الناس شنو اللي كان اللي شنو خاصهم يديروا شنو خاصهم يديروا اول حاجه في لا بسيكولوجي كاين واحد لا سيركل داكسبتاسيون بالنسبه لهاد الناس شنو عندهم مشكل كاين واحد السيركل ديال القدره على المواجهه ديال اي سيتوياسيون قدام اي وضع اللي هو صعيب واللي الوضع دابا الحالي هو كوفيد وكاين الفيروس لو سيركل ديال الفيروس وانا كنت راسمهم كاين السيركل ديال القدره على المواجهه ولو سيركل ديال الفيروس بالنسبه لهاد الناس اللي عندهم هاد الخوف بزاف وما قدوش يخرجوا عندهم تيبان لهم هذاك لو سيركل ديال الفيروس كبير بزاف ولو سيركل ديال القدره ديالهم على المواجهه صغير السوزيستيم هما كي العربيه سمحوا لي على العربيه السوزيستيم لور كاباسيتي دو فير فاس ا دي سيتوياسيون كي سون ديفيسيل اي السوريستيم داك لو بروبليم ولا ديك لي ديفيكولتي دونك هنا تيكون عندهم المشكل هنا هاد الناس خاصهم القدره ديالهم على المواجهه وتيكبروا القدره ديالهم على المواجهه ويصغروا باش يولي يبان لهم داك 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 لو بروبليم صغير كيفاش غادي يديروا يكبروا هاد القدره على المواجهه اول حاجه لاكسبتاسيون تقبل الوضع بالنسبه لهاد الناس انا كنشوف اللي سادين على راسهم هذا ديجا هما ما متقبلينش الوضع الحالي اللي حنا عايشين ما كاينش التقبل حيت فاس اي مشكل باش نقدروا نحلوا واحد المشكل خاصني اول حاجه يكون عندي التقبل نتقبل انني في واحد الوضع ولا في واحد المشكل عاد باش نقدر نقلب على الحلول في اي مشكل في الحياه عاد دابا في الكوفيد خاص التقبل لاكسبتاسيون ديال لا سيتوياسيون اكطويل باش نقدروا نقلبوا على كيفاش ندير نخرج منه كيفاش نقدر نتعايش معاه كومون ديفلوبي لا استراتيجي دادابتاسيون فاس ا سيت سيتوياسيون دونك اللي غادي نديفلوبي لا استراتيجي دادابتاسيون جو دو اكسبتي انني انا اون بيرسون كي ديفلوب لونكسيتي وعندي واحد نوبه التوتر واحد نوبه القلق اللي كنعاني منها فاس لهذا المشكل وغادي نحاول نتحارب معاها هاد لاكسبتاسيون نعم تفضلي
داكور على الوقت بزاف باقتضاب باختصار. دونك كيف قلت لاكسبتاسيون وخاص يهبط من هاد من هاد من هاد من هاد الخوف والتوتر بانه يكبر القدره ديالو على المواجهه. يقدر مثلا انه بحال هاد سؤال سؤال كيفاش جوستومون كيفاش انه انه مثلا هاد الناس هادو كتلقى انهم كيتبعوا لي زانفورماسيون شحال وصلنا لك كوفيد ليميتي هذاك ديك لا كونفرونطاسيون مع لي زانفورماسيون مثلا ليميتي انه ما يبقاش متبع لي الشيفر ويشوف شحال وصلات شحال لي ديسي. هادشي كيزيد عنده لونكسيتي وكيزيد عنده الصوت ما ديباس الاخصائي ماشي عيب الا حيت يلا غادي نقول انه يطلب ماشي عيب ان عندنا انه يطلب انه يطلب لاد ديال سبيسياليست ان سيكولوج ان سيكياتر ميم يطلب لاد. وهذا الشيء اللي قال لك انا الانفلونسيون ايكونوميك اكطوال aujourd'hui aujourd'hui le système de soins اللي غادي اكومباني لي بيرسون اتانت دو كوفيد ديزولي دافوار انترومبي مي هذا لو سيستيم دو سوان aujourd'hui اللي ريالمون il devrait être instauré malheureusement il coûte cher. والقدره الشرائيه اليوم ديال المواطن المغربي الا كان اتا او با دو كوفيد ما غاديش تمكنوا باش انه غيبان ليه لوكس ديتر ايكوتي بار ان بروفيسيونيل ديتر اكومباني باش يكون مرافق من 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 اخصائي. دونك هنا فين كنمشيو كنمشيو حنا ابيل او سيستيم دو سونتي دبلونتي واحد لو كوميتي دو سويفي. علاش ما دارش واحد لو كوميتي دو سويفي فات دو بسيكياتر بسيكولوج انفيرمي هاد لو كوميتي بار تيليفون كانت دارت في الاول كانت دارت في الاول الكوفيد كانت ما كملاتش ما كملوش كانت دارت اون سيلول ديكوت ديال لي باسيون ديال ماشي غير لي باسيون اتان دو كوفيد ديال لا بوبولاسيون جينيرال كي بريزونت اون انكسيتي اون كريز دانغواس il appelle had كانوا دي نيميرو فير كانوا كيعيطوا لهم مي جو سي با بوركوا حبس داكشي. هي كانت ديك 3 شهور الكونفينمون كانت مبادره زوينه بزاف و طريقه زوينه بصراحه. دابا اللي محتاجين لهاد المبادره تعاود تحيه مره اخرى بوكوا با تكون عندنا هاد القدره ديال المواطنه والعطاء اكثر. جو سي كل واحد كيفكر في الاتجاهات الخاصه ديالو ولكن ما فيها باش تكون مبادرات يعني انسانيه بهذا الشكل هذا مع الناس اللي محتاجين. النقاش معكم شيق بزاف ومنه جاوني بزاف ديال المواضيع اللي ربما كيخصنا نطرقوا لها ولكن ما بقاش معنا الوقت ربما تجاوزنا الوقت. غادي نرجع عندكم بسرعه غنمشي عند لفاطم زراري رساله مباشره مقتضبه باش يمكن لك تقولنا في ختام اللقاء اليوم. في ختام ديال اللقاء اليوم كما قالوا الزملاء كان في الاول اون سور ميدياتيزاسيون كان واحد الكم هائل ديال المعلومات. دابا بدا داكشي كيتناقص. شنو غنقول دابا المواطن المغربي غربل كيسكو تو دو غاردي اون تيت باش ما يكونش داك الخوف الزائد اولا ما يكونش داك السوزيتيم ديال الخطر. دابا بالنسبه للناس كانوا مرض ولا سوسبكت ولا ماشي مرض عندنا الهدف هو نزوميو على ليمونيتي ديالنا. كيفاش غنزوميو عليه نحافظوا عليها مزيان الامو دو فيسا يعني انسان يدير الرياضه اللي ما مهمش بالرياضه او ما غير يتمشى الصباح يتمشى في الغابه يتمشى في البحر خاص امو دو فيسا يعني هو التغذيه سدير علينا البحر جيدنا نتمشاو غير حداه شغل في الدار وشوف السماء بعدين نسبة المدن اللي مفتوحين الله يجي لكم تغذية متوازنة يعني الناس طاحوا على الفيتامين سي كيشريوها بكثرة وكياكلوها بحال هي الدواء ديال جميع الأمراض. هي امو دو فيسا يعني هو تغذيه متوازنه فيها الخضار فيها الفواكه فيها اللحوم. الانسان يشرب الماء مزيان لي جو اذا ما كيشربش الماء مزيان او ما يغومبلاسي ولا يكمل بلي جو. النوم خاص ساعه النوم تكون متوازنه ماشي زايده ماشي ناقصه بزاف يعني الاحتياطات اللازمه يعني الشروط ديال الاحتياطات كامله الدار بدون افراط ولا تفريط. وكيف ما سبقت وذكرت قبيله الاعراض اللي سبقت ذكرتها انسان عاوتاني يحس بشي حاجه سخانه الكحه الاعراض اللي هضرنا عليها وكانت الاغمونت يعني لي سيني ريسبيراتوار التنفس اذا كان تيضيق الشم الذوق يعني لي كورباتور داتو الى حسيتي بها مقرضه هذا يعني مجموعه ديال الاعراض اذا ظهرت الانسان ما يزربش بدا ياخذ الدواء لانه ولا ديسبونيبل في فارماسي لا
يمشي يدير لا كونسلطاسيون ديالو، ديك الساعه الطبيب ديالو غادي اورينتيه يا اما فيغ ان بي سي ار يا اما فيغ ان سكانير يا اما يعطي كاريمون تريتمون. ويعني ديما كاين واحد لو جوست في النص اللي خاصنا نبقاو ملتزمين به. وما كرهتش المداخله ديال الضيوف الكرام توجه حتى لي بروفيسيونيل دو سونتي باسكو سون او بو دو بيرن اوت. الناس عياو في الاول بزاف ديال الممرضين من زملاء ديالي خدموا ساعات العمل ديالهم العاديه وتطوعوا فوق منها. الوغ دابا كانوا كيتسناو، ما كناش مجدين راسنا على 9 شهور ولا عام ولا اكثر، كنا مبروغرامين راسنا على 6 شهور ولا 7 شهور. دابا الناس اي سون او بو دو لوغ فورس او بو دو لوغ انرجي. يعني ما كرهناش شي كلمه يعني توجيه لي بروفيسيونيل دو سونتي ولي زانفيرميي بشكل سورتو اللي كانوا في الصفوف الاماميه منذ البدايه والمواطن كذلك. الله يعطيك الصحه مهدي ما يتسالك. غادي انت مباشره عندك سي امين بسرعه وبعجاله، شنو هي الرساله المباشره اللي كنت توجهها من خلال لقائنا اليوم؟ الى كانت رساله مباشره لي بروفيسيونيل دو سونتي كي ايفولو في المجال ديال كوفيد وما يجول حوله، جو في لو دير تو سامبلومون اسيي دتر بلوس كومبريهنسيف، حاولوا تكونوا متفاهمين اكثر الحيتيات اللي كيدوروا بكوفيد وخاصه الحيتيات على المستوى المادي. الا كنا عندنا اون فورشيت كي فاري اونتر جدي مثلا اونتر 300 و 600 بيتيت اوجوردي يفو فير لا بار دي شوز. كاين الناس اللي محتاجين انهم يكونوا ايكوتي، انهم يكونوا اكومباني، محتاجين المرافقه، محتاجين اننا نكونوا بوكو بلوس فليكسيبل دونك مورونا اكثر. سي سكو جو دوموند لي بروفيسيونيل. بالنسبة للسوسيتي سيفيل المجتمع المدني، الرسالة المباشرة اللي غتكون لهم هي تو سامبلومون جو لور دير فيت فو بليزير، زعما rien ne vous empêche de vous aimer, rien ne vous empêche de profiter de bons moments ensemble, rien ne vous حتى شي حاجة ما كتمنعكم انكم تباشروا انشطة فنية، انكم تكونوا ناس كي سيبانويس في حياتهم. اللي غيمنعكم اليوم هو عامل dirait le hajar. Mais après, écoutez, vous évoluez dans une société, gardez les mesures de distance sanitaire, je dis bien sanitaire, tout ce qui est protocole de prévention sanitaire, chacun pour soi. Et bien aujourd'hui, on peut faire la même chose, mais autrement concernant le Covid. Mais après, vivez, soyez là, aimez-vous et puis partagez. غير فو غوسونتي، هضروا مع بعضياتكم، ماشي عيب تقول الاخر باش كتحس ويقول لك باش كيحس وتسوتنيو بعضياتكم. اون ا بيزوان دي تسوتنيو، كل واحد فينا محتاج ان واحد ياخذ بيلتي اكيد. وحنا ككائنات بشريه محتاجه للدعم من الاخر كيف ما كان الحال، كنحتاجوا لبعضياتنا سواء طرف او اخر، كنحتاجوا اننا اصدقائنا احبابنا الناس اللي قراب لينا والدينا، كنحتاجوا لكاع الناس اللي دايرين بينا يحسونا بالاهتمام ديالهم وبانهم كيحسوا بينا بطبيعه الحال، ولكن بظروف خاصه اللي حنا كنعيشوها. غادي نتجه مباشره عندك لالا اسماء، رساله مباشره اش يمكن لك تقولي لنا؟ اول حاجه الرساله ديالي بوغ لي بروفيسيونيل دو سونتي سورتو اللي في المواجهه مباشره ديال مرضى كوفيد، ما نكروش انهم ضحاو بزاف، ضحاو بلي كونجي ديالهم، الكونجي ما كاينش، كيخدموا مع المرضى كيف ما قالت فاطمه الزهراء، كانوا في الاول كيسحب لهم غير واحد المده وغادي تدوس، بقى هادشي طول. دونك كاينين انا بيرسونيلمون اللي كنعرف واللي جاوا عندي كيون ديفلوبي دي كريز دونغواس، اللي صافي بداو كيحسوا انهم صافي عياو وما بقاوش قادين يكملوا. انا جلو عابل انهم الى مثلا كيحسوا بواحد العياء نفسي، بواحد ليبويزمون، بواحد بيرن اوت، ياخذوا ميم با فلاغارد ديالهم، ياخذوا واحد 5 دقائق، واحد 5 مينوت، يدير واحد لي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون، راه كاينين بارتو سور انترنيت، سور يوتيوب، يدير ريلاكساسيون، ميديتاسيون، دونك يديروا برون سوين دو، يديروا دي زاكتيفيتي باش يقدوا يكملوا ويقدوا يسورمونتيو هذوك لي ديفيكولتي بسيكولوجيك اللي كيحسوا بها. بالنسبه لا بوبولاسيون جينيرال، بالنسبه للمجتمع المدني، شنو غنبغي الرساله اللي غنبغي نوجه ليه؟ بانه يركز على جوج حوايج، الوقايه الجسديه والوقايه النفسيه.
حيت كلنا ديما كنركزوا على الوقايه الجسديه، التباعد الاجتماعي، خاصني نعقم يدي، خاصني ندخل نغسل، خاصني ندير جافيل، خاصني هذا، ونسينا واحد الحاجه اللي هي مهمه اللي هي الوقايه النفسيه. هذه نسات لنا، لان اصلا حنا في لا بيرسيبسيون عندنا في المجتمع المغربي، لا بيرسيبسيون ديال لا سونتي مونطال ولا لا سونتي بسيشيك ديالنا شويه ما عندناش ديك، ما عندناش ديك لا كولتور ديال اننا الا حسيت بشي حاجه نفسيه ولا حسيت غير كيف ما قال الاستاذ باغي نهضر عيب انني نمشي عند بسيكياتر اولا نمشي عند بسيكولوج ار غادي يقولوا عليا مريض. لا، خصنا نحيدوا هاد لا بيرسيبسيون هادي في جميع الاحوال. لا سمحتي يا لا اسمع، راه كلنا مرضى بدرجات، راه ما فيناش شي واحد اللي كامل كمال لله. كلنا وي ا مومون دوني كلنا اون سون اون ا لو بيزوين دو بارلي ا كيلكان، دو بارطاجي نو سوسي، دو بارطاجي نو سوفرانس، سا نو في بليزير، سا نو سولاج. هادي مفروغ منا الناس لا بيرسيبسيون اللي كدور هي ان عيب نمشي عند طبيب نفساني، عيب نمشي عند معالج نفساني، ماشي عيب انني نخرج داكشي اللي كنحس به. الا حسيت بالتوتر بالقلق، ما كنعش بالليل، كيجي ديك كتجي ديك دقات القلب كيبداو يضربوا بزاف، هذاك سيتان سين الارمون ديال لاتاك دو بانيك، نمشي عند يا اما نطلب ليد ديال ان بروفيسيونيل اولا ندير انا جو كومبا ندير كيف ما قلت حتى الناس بالنسبه لا بوبولاسيون جينيرال يمكن لهم الا حس بالانسومني، الا حس بالتسارع دقات القلب، كيحس بداك التوتر والقلق، يدير لي زيكسيرسيس دو ريسبيراسيون سا لوي سولاج. هذه الوقايه، هذه الحاجه اللي بغيت نركز عليها، ما نساوش الوقايه النفسيه. نخرج كيف ما قال ما يمكنليش نبقى عام وانا سد عليا، نخرج ندير لي زاكتيفيتي ديالي، لي غولاسيون سوسيال، نمشي عند لا فامي، ولكن غادي نلتزم بالوقايه الجسديه والوقايه النفسيه بجوج بيوم. اللي درتهم بجوج غادي نخرج من هذه الازمه ان شاء الله بسلام. هذه هي الرساله ديالي ان شاء الله. يا ربي بصراحه ما سخيت بكم كالعاده، ولكن للاسف تجاوزنا الوقت ديال البرنامج. شكرا جزيلا لكم. كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل لاسماء بن قدور كوتش معتمده في التطوير الذاتي، ونتلاقاو ان شاء الله فرصه قريبه. لاله يخطيك لاله اسماء، مشكوره جزيل الشكر. كنبغي نشكر ايضا لاله يخطيك بارك الله فيك. كنبغي نشكر ايضا سي امين سواقوا واخصائي نفساني، شكرا جزيلا على المشاركه الطيبه، فرصه قريبه باذن الله. لاله يخطيك بارك الله فيك. وكنشكر ايضا لاله فاطمه زرابلين ممرضه بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، والان كتشتغل بمركز كوفيد الكرمه بالرباط. شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه، وسعيده جدا باللقاء ديالك لاله فاطمه الزهراني. لاله يخطيك. ختاما مشاهدينا الكرام، كنبغي نوجه رساله خاصه بطبيعه الحال للناس المختصين في المجال الصحي، كنقول لهم شكرا جزيلا لكم لانكم دائما متواجدين في الصفوف الاماميه. كنقدروا العياء ديالكم، تنقدروا التعب ديالكم، تنقدروا الارهاق اللي وصلتوا له، لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الجسدي. صعيب الانسان يتحط في هذه المواقف ويشاهد بشكل يومي حالات الوفيات، وايضا يقترب بشكل يومي من حالات مصابه ومن امكانيه الاصابه. ولكن رسالتي لكم كنقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم على وجودكم، شكرا لكم على روحكم الوطنيه اللي تحليتيو بها، ومزيد من الصبر ومزيد من القوه، وحنا معكم، ونتمنى ربي انه يرفع لنا هذا البلاء في القريب العاجل. رساله اخرى للناس اللي ربما كيشوفوا بان المساله ما بقاتش كتستدعي منا ان ناخذوا الحيطه والحذر، كنقول باللي الحالات كتزايد والارقام كتصعد، واحيانا الا فكرنا بانانيه في اننا ما ردوش البال صحتنا وما ردوش البال اشنو كينتظرنا، نفكروا في الاخصائيين، نفكروا في هاد الناس اللي كتعاني بشكل يومي من اجل سلامتنا، واللي حتى هما كيعرضوا حياتهم وحياه وليداتهم وعائلتهم الخطر كبير. نفكروا ايضا في ناس اخرين اللي اليوم لاكتيفيتي ديالهم واقفه، يعني ما لاقينش ما ياكلوا، ما قادرينش انهم يخدموا، ما قادرينش انهم يوصلوا للقوت اليومي ديالهم بسبب التطور ديال هذا الفيروس هذا. ما نكونوش انانيين لهذه الدرجه، ونفكروا في الناس اللي قراب لينا، لانه ممكن الفيروس يصيبك وما يدير لك والو، ولكن الناس القراب عليك، عائلتك، الاباء ديالك، خوتك، الزوجه ديالك، ولادك، صحابك، الناس اللي قراب منك، يمكن انهم ياخذوا العدوى منك، والنتيجه عكسيه تكون عليهم، وتقدر تؤدي بهم للوفاه. الفيروس ما عرفش كيفاش يمكن يتطور وكيفاش كيتطور، ولكن كل حاله كتبقى على حده. كاينين الناس اللي يمكن نخسرهم ولو يكونوا صغار في السن وما كيعانيو من حتى شي مرض، ممكن اننا نخسرهم بسبب كوفيد. رسالتي الثالثه، كيخصنا نامنوا باننا كلنا مرضى بدرجات، كلنا محتاجين للدعم النفسي كيف ما كان الحال ديالنا وكيف ما كانت الاحوال ديالنا. قمه الضعف وقمه المرض النفسي هو عدم اعترافنا بحاجتنا للدعم النفسي. اذا اليوم كوفيد خلت لنا شي حوايج لي زوينين، ما فيها باس، نغسل يدي لو ماكسيموم، نعقم،
ندير البافيت. اه فعلا توحشنا بعضياتنا، توحشنا داك اللقاء وداك الحماسه الاجتماعيه، توحشنا نتلاقاو مع اصدقائنا ونتسلموا عليهم ونتعرقوا معاهم، والدينا صحابنا الناس اللي قرب لينا، كنا توحشنا بعضياتنا. ولكن اليوم تفرضت علينا على انه نعيشوا المحبه عن بعد، يعني يمكن اليوم نخلقوا جست جداد، يمكن بسلام حار بهذا الشكل هذا، وانا بعيد عليك نوصل لك حراره الحب وحراره التقدير وحراره الاهتمام والوحش اللي انا توحشك، ويمكن انه برساله اللي هي بعيده نبين لك شحال كنبغيك حيت خايف عليك من انني نكون سبب في الاصابه ديالك. الرسائل كلها ديال المحبه متاحه امامنا، ولكن بشكل او باخر تقنيه جديده يمكن نخلقوها مع بعضياتنا باش يمكن نحافظوا على التواصل مع بعضياتنا. ختاما كنبغي نقول لكم باللي حنا مازال في مواجهه كوفيد، مازال الرحله طويله، محتاجه منا واحد القوه نفسيه اكثر، محتاجه منا اننا نوقفوا على رجلينا من جديد ونتعايشوا مع الكوفيد. اه خاصنا نتعايشوا مع كوفيد، نعيشوا حياتنا ولكن بكامل احتياطاتنا. شكرا جزيلا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، شكرا لضيوفي الكرام اللي شرفوني ونوروني وكان نقاش زوين بزاف برفضتهم، شكرا لكريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الاشراف التقني والاخراج، شكرا لكم اوفيائنا، اعود والقاكم الاسبوع المقبل بامل جديد وبنفس جديد. دمتم في رعايه الله، تصبحون على خير والى اللقاء.